اهلا بيكم، معاكم عمار عادل في اول حلقه من سلسله اكسبريشنز، واللي فيها هنتعلم اهم الجمل والمصطلحات اللي هتحتاجها عشان تعبر عنها عن حياتك بالانجليزي. وده افضل من انك تحفظ مجرد كلمات، لان حفظ مجرد كلمات بيخليك تقع في اخطاء كتيره في الجرامر او بيخليك تتاخر عقبال ما تكون جمله او تكون الرد. عشان كده حفظ التعبيرات هيخليك ترد اسرع، هيديك الفلوينسي والطلاقه اللي انت محتاجها. تعالوا مع بعض نشوف اول حلقه معانا واول مصطلحات هنبدا بيها. اولا هنقول المصطلح بالانجلش بس بطريقه بطيئه او مبسطه، وبعد كده هنقوله بطريقه اسرع او بطريقه طبيعيه، وبعد كده هنقول معناه بالعربي. What's your name؟ What's your name؟ ما اسمك؟ My name is Ammar. My name is Ammar. I work as an English instructor. I work as an English instructor. أنا أعمل كمحاضر لغة إنجليزية. Nice to meet you. Nice to meet you. اتشرفت بمعرفتك. Everyone tells us about his name and his job. Everyone tells us about his name and his job. You can say. You can say. تقدر تقول. I don't understand. I don't understand. لا أفهم. What is the meaning of? What is the meaning of? ما معنى؟ Please speak slowly. Please speak slowly. تحدث ببطء من فضلك. Repeat it again. Repeat it again. عدها تاني. How do you spell it? How do you spell it? كيف تكتبها؟ What is the pronunciation? What is the pronunciation? ما نطقها؟ لو حسيت ان في جملة منهم صعبة او حسيت ان في نطق حاجة منهم وقف قدامك، وقف الفيديو او اسمعها اكتر من مرة لحد ما يبقى الموضوع بالنسبة لك سهل. ما تنساش تستخدمهم عشان يبقوا عندك زي العربي وما تتأخرش في الرد. انتظرونا في حلقة جديدة من سلسلة اكسبريشنز، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على يوتيوب.